كاينه الثومه كدير 10 دراهم، كاينه العجاج كيدير 25 درهم، كاينه داعش كدير 10 دراهم، كاينه البوطه كدير 5 دراهم، كاينه لاروخه كدير 70 درهم بياس. هذه دايره بحال الفلاموش فهمتي، كتشعلها وكتبقى شاده كتمشي للتيران. وكاينه السمطه 30 درهم، كاينه الطوفيطه 5 درهم، كاين ستروبو 5 درهم، وكاين نجوم ب 5 درهم، وكاين السيجار في 30 طلقه 25 درهم. السلعه ملي كنجيبها هذه قاصحه شويه، من دربع عمر السلعه كتجيبها من دربع عمر، ضروري تدرك فهمتي، ضروري تجيب شويه البوليس تهرب فهمتي، ضروري تحرك شي لعيبه، ضروري خساره، ضروري هادشي فهمتي. زعما ملي كتكون هربان كطيح لك شي بياسه بتاعت كاين اللي كيشري وكيبيع الديطا، ياه بحال دابا الباكيه ديال ميسي كنبيعها ب 20 درهم، ملي كيجي شي واحد باغي يعاود فيها الديطاي كيبيع عليه ب 15 درهم، كيبيع فيها 100 ريال لعيبات فهمتي، ومدبر على راسه. هذا دابا طيح لك بشي 4000 درهم السلعه كامله، 4000 درهم. الاخوه اللي عندنا السيجار، عندنا زيدان، ميسي هذا العام ما داش احسن لعاب، راه ما جابوش لنا القنبول ديالو. كاين داعش وكاين هذه هي داعش، كاين ستروبو، كاين انواع اخرين بحال القراصنه، بحال انواع بزاف نجومات، كاينين شي حاجه قليل ديال النجوم. هذا الشيء كنجيبوه اخويا عند واحد كيهرب هذا الشيء من المرسى، كيسكن في درب السلطان. لا لا حيت لا كان بطريقه عاديه ما غيش، حيت لا كان بطريقه عاديه ما غيشدوش عليه البوليس فهمتيني. دابا شدونا وهبطونا شي ربع ايام اصاحبي، كنهبطوا وطلع هبط طلع، علاش على قبل ماشي شي حاجه تربح فيها واحد 200 درهم 25000 فرانك، هذا بالاساس.